حديث الرياضه للعالم يقول لي كذا، والله العظيم اني واقف يمين الخط احسب انه يقول لك فره، ادري هي الشر يقول لي يعني يعرفني انها اول جيت للرياض. هم راح الله يسعدك سعاده تبكي من جمالها، هم شوي شوي، هم خذنا كاس عتلي شوي 8 شهور، هم طلعت، هم شوي شوي، هم خذنا كاس عتلي ثانيه، هم والحمد لله ادى لا اله الا الله وقفنا الحمد لله. هل يعلم كاس ثاني شو ضحك؟ ليه في كاس عدانية؟ ايه في كاس عدانية؟ لا يا رجال الحمد لله الحمد لله. بس انت في البرنامج الاول ما كنت في الرياض؟ هذا هذه جيتي للرياض. لكم رزقكم وما توعدوا. والله ايه ها المجلس القديم ايش العماين؟ ايوه هذيك هذاك البث كنت اقول ان ما حد يدري عني في ذاك البرنامج. اهم انا ما بث عند العالم احس ان ما حد يعاين فيني، احس انه زي يعني شيء سري، واطلع للعرب والشيبان ما قاعدين كذا بالقهوة. ادري المقاطع منتشره في اليوتيوب، مقاطع كلها في الواتساب، هو ذا ولد فلان. وين الرجال اللي بجيب الشهاده؟ مو والله كل ليله طلع عمره مع كامري جديده، كامري جديده، كل شيء مطلع لي كامري، كل شيء مطلع لي كامري، شوي لا 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 اله الا الله. ادري ادري ما اخذها كسعه والله. ترى الحياه ما يدري الواحد، ترى كنت اول عسكري في الدمام انا. ابطيت الدمام 8 سنوات. والله قبطيت، لا سريع تحسبني يا طويل العمر، دخلت وانا عمري 18. تحسبني انت يا اخي جيت البرامج على طول كذا لا جديد. لا لا يبي لها واحد اذا دخل العمر محكحكته الحياه يعني محاكته حك. يعني شايف الخطوط، شايف السافي، شفت السافي اللي يدخل في وجهك هذا قجان هذا. اي بس انا شفت لك مقاطع قديمه في اليوتيوب مع عبد الله التميمي. هذه من 10 سنوات. عبد الله التميمي اعرفه مهم من لا اكثر من 10 سنوات. عبد الله التميمي تدري كيف معرفتي مع عبد الله؟ كيف؟ ترى عبد الله ايه تعال دعوة امك وش يعني تكفى يا سعود اللي الله يا ربي يوفقك بقصر الكومنت كله كومنت كله سالفة دعوة امه سالفة دعوة امه اللي الله يوفقك بقصر ويحرصونك في عنده عرب اخر شيء ما انسجنت يخدموا لك يعطونك العيشة الحمد لله يا سعود وجه الله. اول ما دخل عليشة مع امي تقول الله يجعلها ان شاء الله يجونك خدم يعطونك العيشة ببلاش وياكلونك ويودونك ويجيبونك وانت يا ولدي نفس الامير ما حد يقول لك شيء ومعك موكبك ما يمديك انك لا انت شيخ عندي. وقعدت والله وانسجنت انا يوم قعدت وطيت والله والعيشه تدفع لي من تحت الباب. واتذكر امي وقلت يا رجل ابي الكابينه وادق على امي قلت يا امي الدعوه اللي اعطيتني اياها غلط ما انت اعطيتني دعوه طال عمري العيشه والرجل حارسني عند الباب. قالت امي ها حملنا وشلنا قلت ها حملنا وشلنا انت اشوفك تقول معك سكر انت احنا ما كملنا سنه التميمي عطره سنه التميمي التميمي صح صح التميمي عرفته قال يا ولد ودي ادخلك معي في اليوتيوب عبد الله. طبعا اول بيت سكنته كان جاري عبد الله التميمي. ها دق علي تليفون غريب جالك السلة انا مالي دخل اللهم اجعله خيرا يا ربي رد الو طلع سامع مع سعود رينج تحاول شنية وش ذا الرقم؟ خلصت جوالك انت خال بهاج؟ ايه وش فيك طيب عصبي؟ اقول ايه ايه وش تبي اقول؟ خلاص اسف طيب اسف يا لميس ايوه كمل السالفة. كان جاري عبد الله حلو؟ ايوه حلو ترى ما انت بتحقق معي كانك في الدوريات انت حلو ترى انا قاعد اسولف عليك يا انك تسمع مني يا اني اطلع من عندك ترى. المهم وكان جاري الرجال ده اهله
يعني صاروا يجون عند الوالدة يسيرون قهوة عصر. طبعا هم من حوطة بني تميم. طبعا أنا أعترف قدام الملأ إلى يومكم هذا أتكلم وأقول لأي واحد من حوطة بني تميم يعرف له واحد من حوطة بني تميم، عز الله ثم عز الله ثم عز الله ثم عز الله إنه عرف رجل. وش الميزة اللي فيهم؟ وش الميزة اللي فيهم؟ الميزة اللي فيهم الله أكبر. خليه يخلص الأذان. تغني أنت؟ لا احتراما للأذان. إذا أذن فحط شحمة. يا أخي أسلوبها. إيه لازم الأذان تحط شحمة. أسلوب شرس. شرس يا أخي ما عنده أسلوب، أسلوب صفر. تفضل. خلص الأذان. المهم. ويجي. الله وقاصرتهم ويلا ويلا ولا إله إلا الله. الخوت الطيبة هو تميمي. النية الزينة. لا بغى شيء زينه لك، زينه لك بنية من دون ما يبي منك شيء لأي واحد من ذيك الديرة. تميمي عز الله اللي بي 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 بيسنعك ويعطيك اللي في خاطره وتلقاه يقول تحصن سو اذكر الله. يا أخي ناس هدين يستاهلون يستاهلون. أسلم أسلم أسلم. المهم شوف أنت شفت نظرتك ذي ترى بالحجاب على ذلك فاهم ولا لا؟ ابشر يا اخوينا اي صاد والله لا في لا هذا تبي تبي يا اخو. لا بس انت تسلك يعني والله العظيم حتى ما اخذ نفس يعني فروتك نفس لون بشرتك طيني انت وجهك طيني انت. المهم والله اعرف الرجال تنمر يا ريدي ما يخلي التنمر ايوه الله هو اكبر. انت من يوم اقول لك صالح يلا يلا عقل كانك قاعد تكتب تقريب. خليني اقول لك اسلم. المهم وسبحان الله اعرفه ويلا 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 ويلا. قال يا ولد لازم تدخل معي في اليوتيوب. قلت ايش اليوتيوب يا ولد؟ تدريني يعطيني بدله ملابسه يلبسني لو تشوفني يا ولد كاني مودل. والله العظيم كان يعطيني يا ولد بدل يا ولد. والمهم وانا وياه انا وياه انا وياه انا وياه شوي الا يا ولد الرجل اشتهر وما شاء الله زانت اموره. فانا فرقت لي مع طريق ثاني قلت يا الله يرزقك ويوفقك. رحت انا وهو جاري جارين سبحان الله اشتهرت انا سبحان الله. اشتهر عبد الله ما تغير علي في اول ما اشتهرت انا وصار اسمي قوي والله العظيم انه معي ويروح معي ويجي معي الين جاء اليوم اللي هو ماسك انت بس يا رجال. هو ماسك الحين نص شغلي اشغالي كلها هو اللي ماسكها حساباتي الايميلات كل شيء كل شيء عند عبد الله. عبد الله كل كل ها اي عبد الله قديم عبد الله عبد الله عبد الله هو عبد الله يوتيوب عبد الله فلوقات ولا ويش فلوقات يصور زي يصور حق اليوتيوب يعني كان ايام اول يوتيوب ما فيه برنامج سبحان الله. مسك حساباتي مسك شغلي وصرت انا وياه مع بعض يعني نفس والدته تعرف امي واروح انا معهم الحوطه هو وامه وهو واخوه اروح معهم عادي في سياره واحده صرنا اقول لك اهل يعني مره كويين ويروحوا معي بحان وامي معي عادي وصرنا يعني عبد الله عبد الله سبحان الله قلبه طيب ابيض. اسمع صار خلاص كم سالتك بعدين اعلن لك لا تقوم تزرق السواليف. المهم العمر سبحان الله اللي معرفتنا انا وياه اللي ما دخل بيننا احد والحمد لله فضلنا الله. الواحد لا نظف خاطره مشارك مع رجال وعرف ان لا والله نحافظ عليه يتمسك فيه. ما ادري الحين اخويا يمكن شهر شهرين سنة يقعد معك ثمانية غضربك ولا يجي رخامة ولا لا بغى ثمان شيء طال عمره تزقق في الشغلة كلها وقام ما عدرب عليك. أنا أكوفي تدري كيف الطريقة ما مدح نفسك كذا أسمع أبيه يجرب قدام الناس هنا هذه هذا النوع اللي يركب معك يقول والله نشل القضية هو أكبر فاش يا رجل أسمع سلفني 100 أشكر عليك عندنا ديره في حلا. اسمع 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 يا سعود كم في بيتك؟ 20 16 و7 22000 شخص شاهد 22000 صاحي اثنين قصور قبه 22000 شاهدي عانهم موجود. يا ولد شو تسوي؟ يا ولد حنا ولد موافق يا تعطيني 100 اشغلها لك وشوي جايب لي ذبيحه انت وامك وتقول يلا تنازل
لا 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 الله يرحم والديك. ولا شغلها ولا اسمع ولا خلي اشغلها اشغلها الان. لا بضبط خله يا اخي. انت عندك شغل يا خال. يا خال خليها بضبط زياده يكون له نسبه. سعود في ذمتك يا سعود، والله لا اقول لك بشيء بصدق يا ابو محمد، الرجال ذا عنده شغل شف كلمني وانا يا اخوي استرزق الله يا اخوي، وراي ايتام وراي بهايم واوادم، جاني قال سوي لي اعلان وبعطيك بالنسبه. بالله يا سعود الكلام ده منطقي. ارحم يا ولد. بقول لك بقول لك شيء، انا سبحان الله لا قدرت لي شخص وحبيته، عندك حاجتين ما تعدى، لا سلفه ولا اعطيه موتري ولا يا طال عمر ولا حتى اخذ اخته. هذا الناس اللي انا احبهم. عزوانك ان 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 سلفت عمر جا بيني وبينه سوء تفاهم ومجازع، وان عطت موتري وجا في موتري شيء ولا شيء ولا ذا قال الخطره شيء، وان خذت اخته واخته زعلت طال عمر لا والله ان الليل لي يمكن يزعل زعل اخته، فعشان كذا ابتعد. عشان كذا اي بالله والله والله اجيبك والله كلام صراحه كلام الله اصبر عليك فعليك سجناوي اسلم حناش انقطع اربع حناش انا قابلته في الحقيقه حناش حرامي صح ايوه بس اني كرهته يا ولد حنا كنا في سهر ها قلت يقول بعد الكره يطلع عمر يجي المحبه ها يوم قابلته حلفتني ما عاد اخوي الكلب يا اخي هو سحب الجماهير كلبون مني يا اخو هو كانوا ينوس باجي يوم جاء الكلب ذا لاني الحال والله يا رجل والله بس الله يجبر خاطر ابو سعود ابن ظبي ما قصر معي جاني قال هلا باجي لارك ويصور مقطع فيديو واشاور باذنه اقول خله مقطع كامل الله لا يوفقك على ما يخلصون فنزان من لا والله لا والله لكم جمهور ولكم ما شاء الله شعبيه يا رجال يا رجال لا والله لكم يا والله يا رجال اسعود استر علمي ها يا سعود هذه فرصه هذه فرصه سانحه لك لك ثنتين اما انك تخش لا انا ود نسبه معي ها. اعطيك نسبه علي حرام ما تندم حرام انت تسحب على التنين تقول طيب. انا بنقل لك اللي بيها شغله ثقيل طيب اوكي والثاني وش يا خاله؟ الشغل عندك هذا عند عندك اليوم هذا عنده شغل تجاره لكن يا ولد ذبحني بالنسبه قول بعطيك نسبه ليه؟ حطني 20,000 وعلى لك يا حبيبي لا غلط والله شيء غلط نسبه انت عندك قلم يا انت عندك قلم؟ انا خالك لا 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 خالي عنده تجاره برا تجاره الكترونيه اكل عنده تجاره اكل يا اخي انت من يوم قلتوا اكل فانتم خلاص صليت عنكم سمعه لا انا ولا الجمهور انكم عندكم اكلكم دائما فيه تسمم لا اكل والله اكل من برا انت ما نظفت فروتك ولا نظفت وجهك عشان عشان ناخذ من عندك اكل يعني انت حتى الهيئه ما في ناس ما شاء الله تفتح مشروع وجيهم تفتح النفس يبي تاكل من عندهم انت وجه لا وجه ولا حتى يديه وسخه كيف اكل من عندك كيف تحط مسعود صار علي انت تذكر حق الساعات اللي خشيت معه حتى تنمرت عليه لما شكلك لا يا سعود لا ما هب على الشكل انا ما تنمر انا ما تنمر عن المخ يا سعود انا ما تنمرت يا اخوي التجاره كيف يا اخوي التجاره يا اخوي اول شيء هذا رزق عند الله سبحانه انت تبي كلش ببلاش وش تبيني اسوي بك لا انت فاك الدرهم اللي عندك ما تقول بالنسبه للرجال لو انك بتفيد في عمر بزيك وانت مخليه كذا على وجهه اسمع ها يعني ما فت بزيك عشان تفيدني انا ما صريت الرجال اللي جنبك اللي ذابح الجوع اسمع اللي طال عمره يقول ما خلى اخوه يقول 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 حلب اخوه حلب ولا عطى خش معي وان شاء الله انك ما تندم وتتابع المشروع عندك في الرياض وين عاد ادورك لا اشتكوك طال عمره والله علمك زابن في بيشه تعاميم رجل اجي رياض ولا اجي شيء ها وين شلون اجي هذه زي حقت عياله والله العظيم عاد وجهك احس انك ورني وجهك والله ان وجه انك فلوق يعني احس انك مع قطوع تاخذ الدنيا كلها قطوع عندك عشان كذا انا ماني بتاجر وانا عارف وجهه ذا وجهه ذي اعرفها انا تمر علي يجيه النصب والاحتيال ذي ما تمشي علي هذا سابقا كان ران اسمع درباوي ها ولا يقول عندي مطعم اسمع والله نصيحة يا ترى الفرص ما تجي إلا في العمر مرة واحدة لا أبدا صابط لك أبد أنت إذا صابط أنت إذا صابطني صل على النبي صل على النبي أنا بعد أحبك أنا داري
دامك صابط له ابد، انا اهدي لك السلطان هذا الباهاج لك البي. الرجال ما ابيه عمر، شيل اللي تصوت عليه اعطيه اياه قدامي الحين. ايش يوم جيت، يوم جيت ما جبت لك؟ عاد والله عاد. وش جاب له؟ وش جاب له؟ جبت له من المتجر اللي عندي، جبت له. هذا ابو دارك الرجال راح يدز الرياض يمكن حدود 1000 كيلو يدور العيشه، وانت قاعدين عمر عنده، وين جبت له؟ لو ام شمس انبانت من امس. شيء لي انا بعطيك، ببدلك، بقول هذه هديه لي لك يا حبيبي. هديه لي يعني. هديه لي يعني طلعت. يعني كانت تعطيني تقول عطني اياها وارجعها لي. انت اسمع، هذه هديه واعذرنا على القصور. فهمت؟ اما البزنس لا يا اخي، البزنس لها شغله. لا شغل. نعم 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 نعم. رجع العين هذه حقانيه ذا. والله يا سعود اسمع. تصدق ذا ما يدعم بالتوك توك ذا. اسمع اسمع يا سعود، انا ادور الجمهور، مش الجمهور اللي يحتاج. للمنتج اللي عندي انا. وش وش ادور الناس اللي عطر بريحه الحطب؟ معليش يا حبيبي. مثلا عطر وانا اروح الناس اللي مختصه العطور وناس. وش تكفي بيشه يا طعمر وطيب غنمك يا محلال، ما احنا فاضي لك لا انت ولا مشروعك. انطق. الرجال مو هم من هالبيشه، من الدمام. يعني قال لك انه متطور الحين. نفس المدى. يا سعود ما لها دخل. هذا يجينا اجازه، هو اللي هو عسكري في مطار الدمام. بس بس. انصرع. ما يعرف يعلم. ايوه تعال تعال تعال. الله يا ربي يرزقك يوفقك ان شاء الله، ولكن ما ادخل معك شريك ما اقدر. خلاص ذلك دام كذا. اسمع نسبة انك انت تروح للبرنامج. هو بيروح للبرنامج حقك. هذاك البرنامج ما شاء الله. والله شكلي بمر عليه. والله ما عادي بلبة كذا. سعود ادخل خلي العرب قدهم ماشي من عنده، عرفت الحظاير الفاضية. اسمع يا سعود. لا طلعت تكفى يا سعود، لا تخليني. وين لا طلعت؟ لا طلعت ولا دخلت وطلعت من المكان ذاك، لا تخليني تكفى. يمكن ما تطلع، يمكن تطول. يمكن بطول، بس لا طلعت لا تنساني، قول ريحة الحطب وش على طول. الله يا خيس. ريحة حطب ريحة دخان قديم مجي في وجهك. لا تنساني. ولا فتحت محلات ولا باقي؟ لا والله باقي. ليه؟ والله شوي عندي عندي شغال والله لامي شوي وعلاج طبيعي. اي والله انا ترى ما من العصر اطلع، يعني اطلع في النهار الحين علاج طبيعي لامي. وين بعد 50 كيلو اروح اوديها واطلع المغرب وقروش. يعني ما اطلع الا خفيف، يعني ما اطلع الا خفيف. ها الحمد لله. وانتوا تفتحون بث متى تسكرون؟ 12 ساعه يوميا. 12 الظهر، 12 الظهر حاله. هو ترى مو بالسلامه الله يعطيكم العافيه، انا اقول قاعدين شوي شوي. زود يمكن يجي بكره ولا بعد بكره، خلاص يقفل التوك توك. وين اغدي انا؟ حقك تاكل تشرب اكل. حول هذا صدق صجن، انا ذابحني الجوع ده. انت عينك تاكل يعني ما فيك شيء. لا في جوع عن جوع. 12 12 انا اسلم 12 ارد 12، اسلم 12 ارد 12. تكفى يا سعود تخليني. يقول عندك قصيدة الندلة، ما وش الندلة؟ الندلة ندلة نادلة. وش هذه؟ هذه هذه قلتها يا سعود، والله يا سعود اني قد قلتها فوق 1000 مرة. سمعنا كم ما قابلت صراحة صراحة الخليج قد سمعها كله، بس صدق حضاني ما قد سمعها. تدري ليه؟ كم ما قابلت لي واحد من الجمهور احبها. تكفى قصيدة النادلة. قصة ولا 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 قصيدة؟ قصيدة قصيدة. سعود بيسمع. صلاح صلاح. خلينا خلينا خلاص. هو مو بغاني قصيدة. اليوم أنا كنت فيه كذا ورحت. طيب إيه وأنت قبيل؟ قبيل لأنها أذن يا رضها أذن قلت اسكت البخ. أذن يقول إذا أذن المذن فأصمته جعلك الصمتة. اسمع لا أنا سعود. إلا والله. هوي. أنا حس. رحت خالي فلا بثيت. أيوة. بث الحين يقفل وبث يجيك يعطيك التب الاول يدعمك بسود لين دخل التب الاول. والله كذا انا واضح اذا ما كذا ما والله يبا ها سعود ماني مسامح. والله انت الطيب زعلك ولا تسامح. ليه ليه يا سعود؟ ليه يا سعود تنمر؟ سعود اليوم انت تنمرت علي تنمر واجد. انت تبي تحط تبي تسوي مثل ضويك اللي لا جاهم تنمر حط موسيقى ونزل المقطع حق عليه انه لقد اثر على نفسيته. انت نفسيتك نفسيه عرفت الناقه نفسها نفس انت كبدك كبد ناقه. اي الله يجعلك الوالد ناقه. اي والله يا بلفيت اني انا حساس من يوم جاء العالم بالتيك توك وقاموا يحطون الموسيقى اني انا حزنت وقاموا يدارون انفسهم. يا رجال انطم انطم ايش دخل كذا الموضوع؟
اخي تلومني في هرجك يا اخوي سم. ها قلها قل 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 شطر. اول بيت منه شنو؟ ايه الرفيق اللي يصب القصاي يتصب لول ولا يعينك لا للتهاليل ولا للسبحة. سبحة رحلتي من وقت الإقلاع إلى وقت النزول كلها صح الله لساني وصح بدنها وطن نتبع الناس ونصول ونجول في الشوارع والحدائق وكل ألمكنا كل ما قالت لي النادلة تشرب كحول قلت كحل عيونك السود مغنيني عنه معزول عن الجماعة ولني بمعزول عن عيون اللي ما تاخذ لنو من ولا سنة ما ضربنا شاسعات الأراضي عرض وطول غير نبغى نطرد الحلم حتى نمكنه آه يا مكبر طموحي ويصعب الوصول لذي تحقيق الأحلام الغير ممكنة أنا عسفت أدور النافرات من الخيول وانكتبت أتعب على البيت كني بسكنه ليه مشقى في القصايد ومشقى في الفعول ودك أن الإنسان يفعل من الشيء أحسن في حديث قالت عائشة عن الرسول بعضهم ضعف والبعض الآخر حسنه أنها قالت عليه السلام أنه يقول الله يحب أن عملنا عمل أن نتقنه يا ذوات الأعين اللي لها فعل مهول أنا قلبي كل ما مره الضبي افتنه ودي أعلق على الصدر ممنوع الدخول لأن قلبي من دخل فيه ما يطلع منه ودي أسمع كل الأعداء عني وش تقول وانتظرهم لين يقضون وأقول العنه ابتلشنا بالكلام الكثير وبالخبول الله من قصر لا يأدي طول الأسنة هلا هلا هاي اسمع شوف هاي اسمع شوف كاتبين ها في الطير عاني في الطير انا وانت سعود القحطاني مع خال بهاج الشايب يستقد العمار يقول ابى ارد عليك انا ممكن اسلم خل خالك يقرب شوي يقول يفهمك بسم الله الرحمن الرحيم يقول أودن طيبة طويل أمار أودن أطيب طويل أمار أودن أنهس بحين الحسود أودن أودن أطيب طويل أمار أودن أنهس بحين الحسود وشكرا الله يلعنك يا سعود يا ولد اتوقع اتوقع سعود مو بجاي عيال يطلع بس والله اما انا بيجيني ورعني يشبه الملاحي وبيجيني ورعني طعمر يشبه لعبد الله الزميلي وبيجيني بنت وبديني بنت تشبه ذيك اللي ما عرفت اتكلم اللي في دبي اللي قال سعود ناخذ فراري ذيك بيجيني مطيوره اي والله هم بغادي اللي الحمد لله على كل حق ولكن الصدقه اي بالله وقلبك اسود زمان مثل مثل مثل, مثل قلب خالك لا لا قوت الله بالله ما خالك انت بالتجاره انحش من هم هذا وجهه كله عج اللي جنبك جاي عج ولا غسل الوجه والله العظيم ما تلقى ما تلقى من شيء ان بغيت النصيحه تبي النصيحة وتبي التجارة افتك من ذا خالك الله يسامحك والله العظيم الله يسامحك والله العظيم لا لا حلنا والله تبند عندي هو تافس ها تبند والله تبند طيب طفع بنت ها تافع تبند ما عجيب تحي يقرأ هالعهي العخار يا ولد يا ولد أسألكم بالله والله تبنى ما يستاهل اي والله يا المريض الله يقطع ابليسه الله يقطع ابليسه جنوبي علي حرام يجيك يطلق قست اصبر اصبر انت هي يا ولد يا ولد وش جاه ها شب علينا تبنى اما العماره علي العراء انتك يا ولد الله يقطعك يا سو مهبول يا ولد قبل اقسم